قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ولاية النكاح. لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين، وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ولاية النكاح. أركان النكاح: الزوجان، لا الزوجان والصيغة، الزوج والزوجة وصيغة النكاح التي هي الإجابة والقبول. أما الولي يأتي معنا في الشروط. هذا حديث عن شروط النكاح، باب ولاية النكاح، شروع من المصنف في ذكر شروط النكاح وهي أربعة. اكتبها لأن المصنف لن يستوعبها هنا باعتبار أن منها ما هو معروف. شروط النكاح أربعة، والشروط النكاح غير الشروط في النكاح. شروط النكاح هذه قيود وضعها الشارع لا يمكن إبطالها، بخلاف الشروط في النكاح. سيأتي باب مستقل، باب الشروط في النكاح. هذه شروط يعني يضعها العاقد أو أحد العاقدين، كما لو شرط الولي على الزوج ألا يسافر بالمرأة أو ألا يخرجها من بلدها، أو شرطت ألا يتزوج عليها. سيأتي كل هذا في باب الشروط في النكاح. أما هذا باب شروط النكاح وهي أربعة. أولها تعيين الزوجين، تعيين الزوجين. أما الرجل فهو ظاهر لأنه لابد أن يكون حاضرا أو وكيله، وأما المرأة فإن وليها الحاضر. فتعيين المرأة يكون بالاسم، يقول زوجتك ابنتي فلانة، أو بالوصف زوجتك ابنتي الطويلة، إن كان عنده اثنين، واحدة طويلة واحدة قصيرة، يعني الوصف الذي يميز، أو بالإشارة كان يقول زوجتك ابنتي هذه. ولو لم يكن عنده إلا امرأة، إلا بنت واحدة، له أن يقول زوجتك ابنتي، لأنه ليس عنده غيره. لكن لو كان عنده غيرها لا يكفي أن يقول زوجتك ابنتي، لأننا ما ندري فاطمة أو عائشة أو خديجة أو نحوه. فأول شرط تعيين الزوجين، ثاني شرط رضاهما وسيأتي بعد قليل، ثالث شرط الولي، رابع شرط الشهود. هذه الشروط الأربعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ولاية النكاح. لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين. فهذان شرطة، شرط الولي وشرط الشاهدين. أما الولي فالأمر كما قال، لأن هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وللعلماء مذاهب في الولي، أصحها طبعا قول الجمهور، وهو أنه لا نكاح إلا بولي، وأن أي امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 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 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء أربعة مذاهب في هذا الأمر. الصحيح مذهب الجمهور من الأئمة الثلاثة وغيرهم أنه لا يصح النكاح إلا بولي. القول الثاني: إن فعلت يعني من غير ولي، كان موقوفا على إجازة الولي. هذا قول ابن سيرين والقاسم وأبي يوسف صاحب أبي حنيف، أنه لو تزوجت من غير ولي صح النكاح إذا أجاز الولي، بينما عند الجمهور لا يصح النكاح، لا بد أن يكون الولي حاضرا. القول الثالث قول أبي حنيف أنه يصح النكاح بلا ولي. القول الرابع قول داود الظاهري، قال: يشترط الولي في البكر دون الثيب. يشترط الولي في البكر دون الثيب، يعني الثيب تزوج نفسها، وهذا قاله بالظاهر. وصاحبه الظاهري ابن حزم أبى هذا ووافق الجمهور على المذهب الراجح، وهو أنه لا نكاح إلا بولي. ومن هنا يظهر بطلان الزواج العرفي المعروف الذي ملأ يعني الجامعات ونحوه، هو نوع من السفاح، نوع من الزنا. الرجل يمشي مع
المرأة أو الولد يمشي مع البنت، لأن هذا أشبه بلعب الأولاد، ثم يعني يقول لها أنت أمام الله زوجتي، أو يكتبان هذا في ورقة أو يسجلان في شريط تسجيل أو نحو ذلك، كل هذا ليس نكاحا لأنه لم يستوفي الشروط، ومن أهمها الولي. فهذا الزواج العرفي زواج باطل، وهو نوع من أنواع الزنا. ولو ذهب وهذا الذي يكون بينهما، طيب لو أنهما ذهب إلى المأذون واتفق لهما مأذون أجابهما بهذا، باعتبار أن هذا مذهب أبي حنيفة أن النكاح يكون بغير ولي، لكن لابد من الشهود، وهذا ليس هناك شهود. لكن لو زوجها الولي ووجد الشاهدان وكتم هذا، فهذه مسألة أخرى ستأتي معنا في شرط الشهود. من أصرح أدلة الجمهور في اشتراط الولي قول الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قوله فلا تعضلوهن، العضل يعني المنع، وسيأتي نهى الله تعالى أولياء المرأة أن يعضلوها، يعني أن يمنعوها من زواج الكفء. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قال الشافعي: هذه أبين آية في الاحتجاج، وإنما يتحقق المنع منه أي من الزواج إذا كان الممنوع في يده. قوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، هذه دلالة على اشتراط الولي، لأن الله تعالى خاطب الأولياء، قال لا تمنعوا النساء أن ينكحن أزواجهم. ولو كان يصح للمرأة أن تتزوج بغير ولي لما كان هناك حاجة يعني موعظة الأولياء في منع المرأة. إذا توجه الأمر إلى الأولياء لا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن يدل على أنه لا يصح للمرأة أن تتزوج إلا بإذن وليه، وإلا لما كان للعضل هنا معنى. من الأدلة الحديث أيضا الذي ذكره أو الذي ساق المصنف كلامه بلفظه: لا نكاح إلا بولي. هذه الأدلة معروفة، لكن من المهم أيضا استحضار حكمة الشارع، وهي دليل النظر، يعني دليل القياس. يعني لماذا جعل الشارع نكاح المرأة بأمر وليها، ولماذا لم يجعل الأمر كالبيع والشراء ونحو ذلك أنها تباشر هذا بنفسها؟ لهذا يعني كلام كثير مرده إلى يعني ثلاثة نقاط مهمة. أولها أن التكوين النفسي الخاص للمرأة يجعلها غير مأمونة على عرضها وبضعها. هذا التكوين النفسي للمرأة، المرأة بحكم فطرتها فيها من نقص العقل وفيها من سرعة الانخداع، وخصوصا في مشروع الزواج، والشرع لا يقاوم عند المرأة، ولهذا يعني كان اشتراط الولي في الحقيقة لصيانة المرأة من شر نفسها، لأن المرأة غير مأمونة على بضعها، سريعة الانخداع، إذا فوض الأمر إليها ربما يعني أساءت إلى نفسها وإلى أهلها. أيضا من حيث النظر أن الشارع قصد إلى صيانة المرأة عن مباشرة ما يشعر بميلها إلى الرجال، يعني هذا في نوع وقاحة، أن تباشر المرأة زواج نفسها بنفسها، هذا يظهر منه أنها تتوق إلى الرجال، وهذه حقيقة في المرأة، لكن من ستر المرأة تستر عن هذا، فيباشر الولي هذا بناء عليه. إذن هذا تكريم للمرأة في الحقيقة أن تظهر بصورة التي يعني عندها توقان إلى الرجال ونحو ذلك. إضافة لبعد مهم جدا، وهذا الكلام يرد به على العلمانيين وعلى يعني غيرهم ممن يحاول أن يلتمس يعني الطعن في الشريعة وهيهات، من أهم ما يقال أيضا أنه معرض سوء اختيار المرأة، لو ترك الأمر للمرأة تختار وتعقد لنفسها، فإن المرأة في الحقيقة لن تدفع كما يقولون يعني الفاتورة وحدها. معرض سوء اختيار المرأة ليس مرده إلى المرأة وحدها، وإنما مرده إلى المرأة وإلى أولياء المرأة. فإذا أساءت اختيار الزوج سيترتب على هذا تبعات مادية،
وتبعات نفسية لا للمرأة وحدها وإنما لأوليائها أيضا. تخيل أن امرأة اختارت رجلا ثم لم ينفق عليها، من الذي سينفق عليها بعده؟ الأولياء. اختارت رجلا وبدأ أنه يعني فاجر أو نحو ذلك، من الذي سيعير بهذا؟ الأسرة وليس المرأة فقط. فالحقيقة أن الأسرة مشاركة وأولياء المرأة مشاركون لها في هذا، ولهذا يعني يظهر أن دور الولي ليس يعني حجر على المرأة والاستبداد بالرأي دونها والعضل والمهانة ونحو ذلك، وإنما التكريم والنصح والحياطة والحماية والرعاية، لأن المرأة كريمة على أهلها فهم الذين يباشرون هذا نيابة عنها. وسيأتي أنه لا بد من رضاه، الولي لا يمكنه أن يزوج يعني المرأة بغير رضاه كما سيأتي تفصيل ذلك، لكن مع رضاه هو الذي يباشر ذلك، وله أيضا يعني مساحة من النظر بحيث لا تغر المرأة ولا تخدع. ولهذا اشترط العلماء في الولي شروطا، منها الذكورة، فلا بد أن يكون الرجل الولي ذكرا، وإلا المرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها، بخلاف ما عند أبي حنيفة فإن شرط الذكورة يعني لا يشترط، لأن لها أن تزوج نفسها وأن تزوج غيرها، وهذا قول مرجوح. أيضا يشترط في الولي الحرية، وبعض أهل العلم نازع في هذا، وهذا على كل حال الناس الآن أحرى كلهم. يشترط في الولي البلوغ، وهذا عند أحمد والشافعي، وفي رواية في المذهب لا يشترط، وهذا قول مالك وأبي حنيفة. ومعنى قول المالكية والأحناف لا يشترط أن للمميز أن يعقد، وأن كانوا يستدلون بحديث ضعيف أن أم سلمة لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتزوجها ليس أحد من أوليائي حاضرا، قال لها كل أوليائك يعني ما من أحد إلا ويرضى هذا، قالت يا عمر قم فزوج رسول الله، وكان غلاما يعني الولد اللي هو ابنها. يشترط أيضا العقل، لأن المجنون ليس له أهلية التصرف. يشترط أيضا في الولي الرشد، والرشد يعني حسن التصرف للمرأة. سادس الشروط العدالة ولو ظاهرا، لأننا يعني بعض العلماء يشترط العدالة العدالة، وهذا في الحقيقة قليل في كثير من المجتمعات. ولهذا في المذهب العدالة ولو ظاهرا، وهذا مذهب أحمد والشافعي واختيار شيخ الإسلام، العدالة ولو ظاهرا، يعني أن يكون ظاهره أنه مسلم وأنه، أما اشتراط العدالة الباطنة فهذا يشق. ولهذا عند مالك وأبي حنيفة لا تشترط العدالة أصلا. والصحيح أنه يكفي الأمانة، الأمانة بمعنى أن يكون الولي مؤتمنا على مصلحة موليته يعني المرأة، وإلا قد يكون فيما يظهر فاسقا بحلق لحية أو شرب دخان ونحو ذلك، وهذا لا خلاف على أنها من معاني الفسق، ومع ذلك تجد أشد ما يكون أمانة في التحري لابنته أو يعني المرأة التي هو وليها، فهذا يصح به الزواج لأن عنده من الأمانة ما يكفي. سبع الشروط وآخرها اتفاق الدين، يعني المسلم يكون وليا للمسلمة، والكافر يكون ولي لمن هي من ملته، فلا بد من اتفاق الدين. واستثنى العلماء هنا يعني أشياء سيأتي ذكرها في حينها، منها يعني أن يكون المسلم يزوج أمة عنده كافرة هي أمته، فهو يزوجها من كافر مثلها لكن يتولى ذلك، أو يكون الكافر يعني أسلمت عنده أمة فهو الذي يزوجها من مسلم، كما لو كانت أم ولد له فأسلمت، أو يكون السلطان يزوج كافرة تحت ولايته لا ولي لها. هذه استثناءات ثلاثة وستأتي إن شاء الله في حينها، والأصل بعد ذلك اتفاق الدين. قال لا نكاح إلا بولي، وشاهدين من المسلمين، هذا الشرط الرابع، لأنه تقدم معنا في أول الكلام الشرط الأول تعيين الزوجين، والشرط الثاني رضاهما، والرضا سيأتي بعد قليل، والشرط الثالث الولي، وذكرنا الرابع
الشهود للحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وضعفه كثير من أهل العلم، وبعض أهل العلم يصححه، وأكثر أهل العلم على العمل به. الأئمة الثلاثة يرون اشتراط الولي خلافا لمالك رحمه الله. الإمام مالك يقول يصح مع الإعلان وإن لم يشهد شاهدان. إذن الأئمة الأربعة يرون أنه لابد من إعلان النكاح، لكن هل يكتفى أقل الإعلان أن يشهد شاهدان كما عند الأئمة الثلاثة، أو أنه لابد من الإعلان ويصح وإن لم يشهد شاهدان كما هو مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؟ إذن لو تأملت في الشهود والإعلان تجد أنك ما عندك لا يخلو الأمر أو التقسيم العقلي من أربعة أشياء: إما أن يجتمع الشهود والإعلان، وهذا لا خلاف في صحة الزواج، يعني زواج شهد فيه شاهدان في محضر من الناس وتم إعلان النكاح مع وجود الشاهدان، هذا لا خلاف في صحة هذا الزواج. العكس، لا وجود شاهدين ولا إعلان، هذا أيضا لا خلاف في أنه زواج لا يصح لأنه لم يستوفي شروطه، وهذا أشبه بالسفاح. رجل تزوج امرأة ودون شهود ودون إعلان، هذا أيضا لا خلاف في بطلانه. لكن بقيت حالتان: إذا تم الإعلان ولم يشهد شاهدان، تم إعلان يعني إعلان بلا إشهاد، هذا يصح عند المالكية وشيخ الإسلام ابن حزم وهو الراجح، لأنه إذا كان الإعلان فالإعلان يغني عن الشهود، فإن إعلان الأمر أمام الناس فالناس كلهم شهود، والناس مع الإعلان يكونوا اثنين وأكثر. طيب إشهاد بلا إعلان، إذا حصل إشهاد يعني شهد شاهدان دون أن يعلن، هذا يصح عند الجمهور ولو يعني كتم أمره، خلافا للمالكية. عند المالكية لا يصح إلا بالإعلان، وأن الاكتفاء بشاهدين وعدم وجود وعدم أو التواصي بالكتمان هذا ليس من النكاح الصحيح. لكن الراجح إذا وجد الولي ووجد يعني الشاهدان فهذا مما يصح به الإعلان، لكن لا شك أن الإعلان بلا إشهاد خير من الإشهاد بلا إعلان، وأن اجتماع الاثنين هو الأصل وهو الأولى والأحسن. لكن ينبغي أن ينظر أنه في عصورنا هذه لابد من شهادة اثنين وتوثيق ذلك حفظا للحقوق، مع أن العقد الشرعي تم من غير المأذون ومن غير يعني التوثيق، وجد الولي ووجد الشاهدان أو تم الإعلان صار العقد شرعيا. لكن في زماننا مع كثرة يعني ضياع الحقوق وكثرة ما يحدث من المشكلات التي قد تضيع معها يضيع حق المرأة أو نحو ذلك، فينبغي اعتبار التوثيق العصري الذي يكون عند المأذون، وبالتالي يفتقر إلى يعني شاهدين وكتابة هذا، بحيث إذا حصل خلاف فالأوراق يعني تثبت الحقوق. وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها، ثم معتقها، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم السلطان ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقاما. نعم. قال وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها، هذا تفريع على مسألة الولي، من أولى الناس بأن يتولى عقد المرأة؟ لا خلاف أن أولى الناس بتزويج الحرة أبوها، وإلا فالأمة يزوجها صاحبها لأنها ماله، الكلام هنا عن الحرة. أولى الناس بتزويج الحرة أبوها ثم أبوه، لأن الجد والد وإن علا، ثم الابن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها. إذن الجمهور يعتبر العصبات، نقل في الفتح عن الجمهور أن أولياء النكاح هم العصبات، وإحنا تقدم معنى العصبات في باب المواريث. ومعنى العصبات يكونون أولياء إن غير العصبة لا يصح أن يكون ولي، فخال المرأة ليس من عصباتها فلا يزوجه عند الجمهور، أخوها من أمها مع أنه أخوها لكن من الأم
فلا يكون من العصبات. جدها لأمها مثلا، هؤلاء جميعا ليسوا من العصبات فليست لهم ولاية، هذا عند الأئمة الثلاثة. وعند الحنفية لهم الولاية، عند الحنفية تثبت لهم الولاية. قال صاحب الروضة الندية لا وجه، وهو يعني يطعن في قول الجمهور، لا وجه لتخصيص ولاية النكاح بالعصبات، ومن زعم ذلك فعليه الدليل. يعني ينازع صديق حسن خان في هذه المسألة، مسألة إنه ما الدليل على اشتراط أن يكون الولي من العصبات، وبناء على هذا فإنه يصح أن يقدم الخال والأخ الأم ونحوهما على السلطان، طبعا إذا لم يوجد العصبات التي لا خلاف عليه. يعني ثمرة الخلاف تظهر فيما لو لم يتفق للمرأة ولي من عصباتها، وإلا فلا خلاف في أن العصبات ينبغي أن تقدم. إذن قوله أولى الناس بتزويج الحرة أبوها، هذا عند الأئمة الثلاثة. وفي ترتيب العصبات خلاف بين أهل العلم، أما عند الحنفية فتأول العصبات البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة، يعني عند الأحناف يقدم الابن على الأب، فابن المرأة يزوجها قبل أبيها. البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة. احنا معلوم عندنا في الميراث ان البنوة تقدم، بنوة أبوة عمومة، بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولى التتمة، يعني تقدم البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة، هذا في باب المواريث، ثم العمومة ثم الولاء معروف. فالحنفية يمشون على نفس نظام الميراث، البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة، فإذا لم يوجد عندهم فالسلطان ولي من لا ولي له. والسلطان المقصود به الإمام أو القاضي أو نائبه. عند المالكية البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة، نفس ترتيب الأحناف، لكن يؤخرون الجدودة ثم العمومة. رابع المراتب عندهم الجدودة، يعني يقدمون الإخوة على الجد، واضح؟ هذا لازم يكتب عند الحنفية، البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم السلطان. لكن عند المالكية البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة، لكن الجدودة اللي هو الأب وإن على الجد يؤخر بعد الإخوة، ثم العمومة ثم السلطان. فقط يفترق المالكية أنهم يؤخرون الجد عن الأخ. طيب عند الشافعية تقدم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم السلطان. طب وأين الأبناء؟ لا ولاية للأبناء في الزواج عند الشافعية. الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة، يعني الأب ثم الأخ ثم العم ثم السلطان. طبعا حين نقول الأخ فالمقصود أولا يقدم الأخ الشقيق، ثم الأخ الأم الأب استغفر الله، ثم الأخ من الأب، وأما الأخ الأم فلا يصلح عندهم لأنه ليس من العصبات. كذلك الأعمى يقدم العم الشقيق على العم لأب، كذلك أبناء العمام بعد الأعمام، والعمومة تبدأ بالعم، إن لم يوجد العم فأبناء الأعمام وهكذا. أما المذهب فإنه يقدم الأبوة ثم البنوة كما قال المصنف، ثم الأخوة ثم العمومة ثم السلطان، في كل الأحوال السلطان آخر شيء. إذن المذهب يقدم الأبوة، يعني يعقد لها أبوها وإن علا، والجد يقدم. بعد ذلك يأتي الأبناء، ابنها إن لم يوجد الأب والجد يأتي الابن وإن نزل. بعد ذلك الإخوان، الأخ الشقيق أو الأخ لأب. بعد ذلك الأعمام، ثم بعد هذا السلطان.
ولهذا قال المصنف ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، يعني إذا كانت العصبات بعيدة ينظر، فابن عم الأب يقدم ولا ابن العم؟ ابن العم أقرب من ابن عم الأب، وهكذا. ثم معتقها، إذا لم يوجد عصبات يأتي من له عتق، وتقدم هذا. ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، يعني المولى المعتق إذا عدمنا العصبات يقدم، وإن كان مات ننتقل إلى عصبات المولى المعتق. ثم السلطان، إذا لم يوجد شيء من هؤلاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، والمقصود بالسلطان هنا القاضي الشرعي أو من ينوب منابه. طيب، قد يجري العرف أحيانا بوجود كبير للعائلة، قال ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه، وكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه، يعني لو أن الأب وكل رجلا يعقد فهذا الوكيل يقوم مقام الأب حتى لو كان الأب حاضرا. لو أن الأخ الذي يعقد لأخته وكل أحدا فهذا الوكيل يقوم مقام الأخ وإن كان الأخ حاضرا. وهذه المسألة التي نقولها، أنه قد يجري العرف أحيانا بأن كبير العائلة هو الذي يزوج البنات في بعض الأعراف، وقد يكون كبير العائلة ليس من العصبات، ليس له حق، يعني قد يكون كبير العائلة هو الخال ولا أحد يتقدم على هذا الخال، لأنه ربما كان عمدة القرية كلها أو نحو ذلك والناس يقدمونه، فكيف يأتي يعني غلام مثلا في 16 ويقول له عنك يا خالي أنا ولي هذه المرأة وأنا الذي أزوجها، ممكن يقتله يعني، أو الناس لا يقبلون منه هذا. في هذه الحالة نلجأ إلى هذا الكلام، ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه، يعني وإن كان الأخ أولى لكن لا منع أن يقدم هذا الأخ الخال، والخال هنا على قول الجمهور ليس لأنه غير ولي، لأنه وكيل والوكالة تصح، فحينئذ يتقدم ربما من ليس له ولاية النكاح بوكالة من له ولاية النكاح، خصوصا عندما يجري العرف بأن بعض الناس لكبر منصبه أو سنه أو نحو ذلك مع أنه ليس صاحب ولاية، حينئذ نخرج من هذا الحرج بماذا؟ بالوكالة. يأتي الولد فيقدم خاله مثلا أو زوج أمه مثلا، وزوج الأم ليس يعني له ولاية، لكن لأجل مثل هذا قال ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه حتى لو كان حاضرا. نعم. ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب إلا أن يكون صبيا أو زائل العقل أو مخالفا لدينها أو عاضلا لها أو غائبا غيبة بعيدة. نعم، لا يصح تزويج الأبعد مع وجود الأقرب، يعني الأصل في الولي أن يكون على قول الجمهور على ترتيب العصبات، فلا يصح تزويج الأبعد مع وجود الأقرب. فإذا كان الوالد موجودا فليس للولد، يعني هو الأخ، أن يزوج أخته في وجود أبيها ولا في وجود جدها في المذهب. وإذا كان الأخ الأكبر موجودا فليس للأخ الأصغر أن يتقدم إلى ذلك، وإذا كان الأخ موجودا فليس للعم أن يتقدم، لأن منزلة العموم متأخرة عن منزلة الأخوة، وهكذا. لا يصح تزويج الأبعد مع وجود أقرب منه، يعني بلا عذر، وإلا لو حصل عذر فالأمر واسع. هب أن أباها مسافر وانقطع أخباره كما سيأتي، يقوم الولي الذي بعده، الأخ الكبير يعني بعيد وتنازل عن هذا الأمر مثلا، والأخ الأصغر معروف أنه هو الذي في هذه الحالة الأمر يتسع. إذن لا يصح التزويج يعني من الأبعد مع وجود الأقرب في ترتيب العصبات، هذا إذا كان بلا عذر. وحينئذ لو تم هذا من غير عذر يقع الزواج باطلا في المذهب وعند الشافعية أيضا لفقدان الشرط، ليس هذا وليا، الولي البعيد لا يكون وليا في وجود الولي القريب. لكن عند الحنفية والمالكية وهو مذهب وهو رواية عن أحمد ذكرها الشارح، قالوا عنه أنه موقوف على إجازة من له الإذن، فإن أجازه جاز، يعني الأخ الصغير زوج النكاح باطل في المذهب، مشهور المذهب وعند الشافعي وعند مالك وأبي حنيفة ورواية في المذهب،
لو جاء الأخ الأكبر وأقر نكاح الأخ الصغير لأختهما صح، وهذا معنى أنه موقوف على إجازة من له الإذن. فإذا أجاز الولي الأقرب صح، وإذا لم يجز فالنكاح باطل. هذا الذي ذكر المصنف هو الأصل، إنه لا يصح تزويج الأبعد مع وجود الأقرب، إلا لكن لهذا استثناءات، إلا أن يكون صبيا. صبيا يعني إذا كان الولي الأقرب غير بالغ، صبي يعني، والصبي لا تصح ولايته في المذهب وعند الشافعية أيضا خلافا لمالك وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. فالصبي لا يعتبر إذا كان الأخوها مثلا مات الوالد والأخ موجود لكنه صبي، فالصحيح أننا ننتقل إلى العمومة بعد عدم الأبوة في المذهب وعدم البنوة، يزوجها عمها، لأنه لا يصح ولاية الصبي في المذهب وعند الشافعي، لأن الولاية يعتبر لها كمال الحال، والصبي نفسه يحتاج إلى من يلي أمره، فكيف يكون وليا؟ هذا قوله إلا يعني أن يكون صبيا. طيب، إلا أن يكون صبيا أو زائل العقل. أما المجنون ليس له ولي، بل هو بحاجة إلى ولي يقوم على شأنه، هذا لا إشكال فيه. أو مخالفا لدينها كذلك، لأنه تنقطع الولاية بمخالفة الدين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض أيضا، فإذا اختلف الدين فالذين كفروا بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون كذلك بعضهم أولياء لبعض. فإذا كان يعني وليها الأقرب كافرا، كأن يكون أبوها نصرانيا مثلا وهي مسلمة، فإن أباها لا تثبت له الولاية، فلو لها أخ مسلم يزوجها أخوها. فلو كان الأخ كافرا أيضا ولها عم مسلم يزوجها عمه. قال أو عاضلا لها، هذه مسألة مهمة، أو عاضلا لها. العضل يعني المنع، وهذا يكثر في زمان، وهذا من المظالم التي يقوم بها الأولياء، يتقدم الكفء لزواج المرأة فيقول أبوها لا أريد أن أزوجها الآن ويمتنع، ويتقدم كفء آخر والسنوات تمر والرجل لا يريد أن يزوجها. لماذا؟ ربما تكون موظفة وهو يقبض منها الراتب مثلا، ربما يعني تكون أمها ماتت وتقبض معاش أمها أو معاش أمها، وصاحبنا يأخذ منها المعاش، ولو تزوجت سنقطع المعاش، فيعضلها لأجل هذا مع وجود الكفر، ولهذا نهى الله تعالى عن هذا. فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ولهذا قال شيخ الإسلام ليس للولي أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه، وسيأتي التفصيل هذا، ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه، لأن الأصل المرأة شريكة في هذا الأمر فلها رأي. فإذا رضيت المرأة رجلا وكان الرجل كفئا، فليس لوليها أن يمنعها من نكاح من ترضى إذا كان كفئا، وهذا باتفاق الأئمة. وحينئذ يعني إذا عضل الولي الأقرب فإننا ننتقل إلى الولي الأبعد، وهذه المسألة المهمة، وهي عمليا غير معمول بها، يعني الناس يعني يتهيبون منها، مع أن هذا هو الشرع. إذا عضلها القريب جاز للبعيد تزويجها، يعني أبى الوالد أن يزوجها للأسباب التي ذكرناها، ولأسباب غيرها كثير، بعض الآباء متعلق جدا بابنته لا يتصور أنها تذهب إلى يعني رجل آخر، ويريدها أن تبقى عنده دائما، يستمتع بالنظر إليها لتعلقه، ويقول هذه ابنتي، لا شك أن هذا من العطل وهذا محرم. حينئذ يلزم أن يزوجها الولي الذي بعده أخوها، فالولد يقول كيف أقف أمام أبي، والشرع يقول يلزمك أن تفعل، أن هذا حق المرأة. إذا امتنع الأب الأخ ينتقل الأمر إلى الولي الذي بعده، إلى العم. لو امتنع كل الأولياء ينتقل الأمر للحاكم، تذهب المرأة إلى الحاكم تقول أهلي لا يريدون أن يزوجوني، وحينئذ يزوجها الحاكم. قال العلماء إذا تكرر عضله فإنه يصبح فاسقا، يعني الرجل الذي يتكرر منع موليته من ابنة أو غيرها من زواج الكفء، هذا فسق، يعتبر فاسقا، لا تقبل شهادته ولا ولايته.
ولهذا لو أن الناس يفعلون هذا لصار الأولياء يعني يمتنعون عن الظلم، لا شك أن هذا نوع ظلم، لكن الناس يقولون ينظرون يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يتصور أن هناك حلا، مع أن الحل موجود. تنتقل الولاية إذا عضل الولي إلى الولي الذي بعد، لكن بشرط أن يكون عاضلا، وإلا فقد يمتنع الأب من تزويج ابنته لأنه لم يرى الزوج كفءا، يقول هذا لا يناسب، كيف أزوجه هو فاسق، أنا أنتظر صاحب الدين. فهذا كلام صحيح، لكن جاءه صاحب دين وخلق وعنده قدرة مالية، ومع ذلك هو لأي سبب يعني يعضلها، حينئذ تنتقل الولاية. هذا قوله أو عاضلا لها. قال أو غائبا غيبة بعيدة، يعني الوالي يكون غائبا غيبة بعيدة، الوالي القريب غايب يزوج الوالي الأبعد. طبعا هذا الكلام كان زمان، الآن مهما كان غايب فبالتليفون وعن نت ونحو ذلك، حتى ممكن يزوج عن نت، ما نقوله تعالى خليك عندك ودخلنا في دائرة واحدة احنا ونشايفين بعض، كمان الوالي والزوج والشهود والكلام كما لو هذا ينعقد صحيح. وحينئذ مع سهولة الاتصال وسهولة معرفة الرأي وسهولة التوكيل، ممكن يجعل يرسل توكيلا إلى فلان ويكون هو في الحقيقة التي زوج. إذن هذا يعني مسألة الغياب صارت محلولة مع يعني الأوضاع العصرية. أو عاضلا لها أو غائبا غيبة بعيدة، في كل هذه الأحوال يعني ينتقل إلى الولي الأبعد، وبدون هذا لا يصح الانتقال للولي الأبعد إلا إذا حصل مثل هذه الأسباب. نعم. ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطان أو سيد أمة. ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه، هذا تقدم. متى يستثنى؟ يعني الأصل لا يصح الزواج، لا يصح ولاية الكافر على المسلم ولا حتى المسلم على الكافرة، إلا المسلم إذا كان سلطانا، لأن تحت يديه هو سلطان والسلطان ولي، أو سيد أمة، مسلم وعنده أمة كافرة فهو يزوجها من كافر. وذكر حالتين وتقدم قبل قليل الحالة الثالثة، الكافر يزوج أم ولد له أسلمت، كافر عنده امرأة أمة أسلمة كافرة دخل بها ولدت صارت أم ولد ثم أسلمت، فلا تبقى تحت كافر، في نفس الوقت هي أمته، فإنه يعني يزوجها من مسلم. نعم. وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم. نعم. هذا فصل، قال فصل في الاستئذان في النكاح، وهذا الفصل في الحقيقة يعالج شرط الرضا. ذكرنا أن الشروط أربعة، تعيين الزوجين وهذا شرحناه، ثاني الشروط رضاهما، هذا هو الشرط الثاني، الثالث الولي تقدم، الرابع الشهود تقدم، إذن هذا آخر شرط اللي هو الرضا، يشترط رضا الزوجين، رضا الزوج طبعا الرجل أمر يسير، والمرأة أيضا يشترط رضاها، لكن في هذا تفصيل. قال وللأبي تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنه، يعني للوالد أن يزوج الصغير ذكرا كان أو أنثى ولو بغير إذنه. لماذا بغير إذنه؟ لأنه لا إذن له، لأنه غير رشيد، لأنه لا يحسن يفهم الصغير ولدا كان أو ابنه. والدليل أن ابن عمر زوج ابنا له وهو صغير، لكن لماذا يزوجه وهو صغير؟ قد تترتب على هذا مصالح، أما الشهوة فالصغير لا شهوة له، قد يكون مميزا وبدأ يشعر بالغلمة ويريد أن يجعله ناشئا في عبادة الله فيبادر بتزويجه إذا كان حس بالشهوة، وقد لا يحس بالشهوة كالصغير أو الصغيرة الرضيعة، يصح لوليها أن يزوج، لكن ما الذي يجعل الولي يزوج الوالد هنا الأب يزوج امرأة رضيعة؟ قد يتفق له عمر بن الخطاب مثلا زوجا، فكيف يفوت عمر بن الخطاب ومن له بمثل عمر
كان الصحابة أحيانا يفعلون مثل هذا، يعني أو رجل مثلا يحافظ على مالها وهي يتيمة، والرجل يخاف أن يموت ويتركها ويريد أن يعني يستعجل أن ينظر لها يعني كفئا ودينا. يعني على كل حال من السهل تصور يعني بعض الأسباب التي تؤدي إلى تزويج الصغار، لأن هذا في زماننا يعني كالمنعدم، ولا حتى الكبار يتزوجون في زماننا إلا بطلوع الروح كما يقولون. نعم. قال: وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم. وأما الإناث فهذا أيضا كان أكثر في زمان السلف. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي ابنة ست، ولا شك أنها صغيرة، والظاهر أن أباها لم يستأذنها. ومن ثم فالبنات الصغار يزوجن أيضا بلا إذن. قال: والأبكار. وذكرنا أن هذا يعني له المصلحة التي قد يراها الوالد. طيب أما البكر، فالبكر يعني البالغ، هل يصح أن يزوجها الولي بلا إذنها؟ المذهب طبعا قال بغير إذنه. والبكر البالغ فيها روايتان في المذهب، المشهور من المذهب وهو مذهب مالك والشافعي له إجبارها، أن البجر تجبر على الزواج. من أين أخذوا هذا؟ أخذوا هذا من الحديث: الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر. أخذوا هذا من مفهوم الحديث، قالوا ما دام الحديث يقول الأيم المقصود بها هنا السيد أحق بنفسها، إذن المفهوم أن البكر ليست أحق بنفسها. إذن دليل الجمهور في أن الأب يجبر ابنته البالغة مفهوم هذا الحديث الصحيح المعروف عند مسلم وغيره. لكن في الحقيقة لو تأملت لوجدت أن في نفس الحديث المنطوق يأبى هذا، لأنه قال الأيم أحق بنفسها من وليها، قالوا مفهومه أن البكر ليست أحق. طب تكملة الحديث قال: والبكر تستأمر. معنى تستأمر يعني يطلب أمره. ولهذا الراجح الرواية الثانية ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز تزويج البكر إلا بإذنها، أما الصغيرة فنعم، لكن إذا بلغت وكانت بكرا فإنها لا تزوج إلا بإذنها. وهذا مذهب أبي حنيفة ومذهب شيخ الإسلام وابن القيم وجماعات من أهل العلم، حتى حكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم، وأن كان المخالف مالك والشافعي ومشهور المذهب. وهذا في الحق هو الراجح، ودليله أيضا صريح حديث الصحيحين: لا تنكح البكر حتى تستأذن، لا تنكح البكر حتى تستأذن. هذا منطوق وهذا صريح، إذن لا بد من استئذان البكر. فلو قالت لا فإنها لم تأذن، فإنه يعتبر إذنها، وليس لوليها أن يزوجها إلا بإذنها. قال ابن القيم: وهذا الذي ندين الله به ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه وقواعد شريعته ومصالح أمته. هذا تأكيد من ابن القيم في يعني اختيار مذهب أبي حنيفة، وهو رواية على كل حال في مذهب أحمد، والذي حكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم أن البكر ليس لوليها أن يجبرها، وهذا لا شك هو الأصح والأصلح. وحتى من حيث النظر هذا من حيث النصوص ظاهر حتى تستأمر، لكن حتى من حيث النظر إذا كان الأب ليس عن يجبر ابنته على بيع خاتم من حديد، فكيف يعني يجبرها أن تبيع خاتم نفسها كما قال الشيخ العثيمين؟ كيف يجبرها أن تبيع خاتم نفسها وهو ليس أن يجبرها شرعا في بيع خاتم من حديد؟ بل ولا الإجارة، لو أن يعني رجلا أراد أن يستأجر هذه المرأة لتخيط له ثوبا وأبت، فليس لوليها أن يجبرها، فكيف يجبرها بعد هذا على أن تعيش حياة الله أعلم بطولها مع من تكره ولا ترضى؟ ويؤيد قول الجمهور هذا ما حسنه الحافظ وصححه الألباني أيضا، أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها
فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما. فهذا يشهد للرواية الصحيحة خلاف مشهور المذهب أنه يعني البكر البالغ لا يجوز تزويجها إلا بإذنها. بقيت معنا الثيب. طبعا الثيب لا يجوز لأنه أحق بنفسها، لكن لو كانت الثيب صغيرة هنا يجمع بين الأمرين، الصغيرة قلنا أن له إجبار الصغيرة، والثيب ليس له إجبار الثيب. طب لو كانت الثيب صغيرة كما لو دخل بالصغير، مع أنه معلوم من زواج الصغيرة لأنه ألا يدخل بها إلا بعد أن تطيق الوطء يعني الإجماع، فلو أنها ما زالت صغيرة لكنها وطئت فهذه أيضا على وجهين في المذهب. على كل حال خلينا نختصر. ويستحب استئذان البالغة وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته السيب ثيب الثيب وبناته الثيب إلا بإذنه، وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا تزويج كبيرة إلا بإذنها، وإذن البكر الصمات لقول الصمات وإذن البكر الصمات لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. نعم. قال ويستحب استئذان البالغة، لاحظ لابد أن يكون عقلك حاضرا. يستحب استئذان البالغة، هذا بناء على ما تقدم من المذهب إن المشهور المذهب إن للولي إجبار البالغ، لكن بناء على القول الراجح يجب استئذان البالغ لا يستحب فقط. يعني المذهب يمكن إجباره لكن يستحب استئذانه، لكن مذهب أبي حنيفة هو الراجح إنه يجب استئذان البكر البالغة. قال وليس له تزويج البالغ من بني. الآن انتقل إلى الولد، هل له أن يزوج البالغ؟ ليس له أن يزوج البالغ لأن البالغ تصرفه بيده، وهذه فيها إجماع. نقل ابن المنذر الإجماع على أنه ليس للولي أن يزوج البالغ. تأتي إلى رجل بالغ قل أنا ألزمك بالزواج من فلانة، هذا ليس له. ولو كان أبا ليس له، وإن كان الولد من البر بأبيه ينبغي إذا وجد يعني أن هذه المرأة دينة ونحو ذلك والوالد راغب في مثل هذا لا بأس، لا شك أن هذا من البر. أما لو كان لا يقبل هذا لأي عارض أو سبب فإنه ليس للولد إجباره. طيب وبناته الثيب، يعني أيضا ليس للولي أن يزوج البنات الثيبات إلا بإذنهم. أما الثيب يعني الثيب مجربة، فليس له أن يجبرها على من تكره. وفي هذا نص عند البخاري أن الخنساء بنت خدام أو خزام الأنصارية زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه. كرهت تزويج أبيها لها يعني وإجباره وهي ثيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد هذا النكاح. إذن ليس للولي تزويج لا البالغ من الأولاد ولا الثيبات من البنات إلا بإذنهم، وتتمت المسألة وعلى الصحيح ليس له تزويج أيضا البكر البالغ إلا بإذنه. بقيت البكر الصغيرة هذه التي له تزويجها، ونازع الشيخ ابن عثيمين في هذا قال ولا البكر الصغير، لكن المسألة فيها إجماع من ناحية. وأيضا قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، يعني واللائي لم يحضن كذلك فعدتهن ثلاثة، فإذا أثبت لهن عدة فقد أثبت لهن التزويج. نعم. قال وليس لسائر الأولياء يعني دون الأب تزويج صغير، يعني إذا كان الأب يجبر الصغير كما زوج، هو لا يقصد إجباره لكن يرى مصلحته في هذا كما زوج ابن عمر ابنا له صغير، لكن هذا الوالد لأن الوالد مكتمل الشفقة، أما ولي آخر دون الوالد فليس له مثل ذلك. ليس لسائر الأولياء يعني دون الأب تزويج صغير، لأنه كما أنهم لا ولاية لهم على ماله فلا ولاية لهم على زواجه. طيب هذا الصغير، وأما الصغيرة
ففيها روايات في المذهب، إحداها أنه ليس له تزويجها بحال، يعني ليس لغير الأب أن يزوج الصغيرة بحال، يعني حتى تبلغ وتستأذن. وعندهم رواية لهم تزويجها لكن لها الخيار إذا بلغت، وعندهم رواية لهم تزويجها وإذا بلغت 9 سنين خصوصا، ولا كبيرة إلا بإذنها، يعني ليس لغير الولي تزويج الكبيرة إلا بإذنها. فالكبيرة أحق بنفسها ولو كانت بكرا فإنها تستأمر. قال وإذن السيب الكلام وإذن البكر الصمات. يعني كيف يعرف إذن السيب؟ السيب مجربة قد دخل بها من قبل، فهي لا تستحي أن تتكلم في أمور الرجال. تتزوجين فلانا؟ تقول نعم تزوج، وهذا رجل طيب وصالح ومناسب وما شاء الله فيه كذا وكذا وكذا، تجد ما شاء الله يعني لسانها يعني يستوعب. وأما البكر فإنها تستحي، تستحي من أصل المسألة. طبعا البكر البكر حيث تكون البكر بكرا، في زمان تكون الأبكار يعني، وإلا نحن في زمان عجيب يعني تراها كما تراها. نعم. فالذي في الحديث الأيم تستأمر أو يعني يطلب أمرها، تعرب عن نفسها كما في الحديث الثيب تعرب عن نفسها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها، يعني إذا قيل تتزوجين فلانا تسكت، وقد يحمر وجهها وقد تخجل، فنعرف أنها قبلت لأنها ساكتة. فإذا قبلت، فإذا سكتت نمضي الأمر كأنها. لكن من عجائب الظاهرية قول ابن حزم لو صرحت بالرضا لم يكن إذنا، لأن في الحديث وإذنها صماتها، والظاهرية لهم حاجات عجيبة يقول لك إذنها صماتها. فلو أن عرضنا على الزواج على البكر تتزوجين فلانا فسكتت كان هذا إذن، فلو قالت نعم أتزوجه قلنا لها لا لن تتزوج، لأن هذا خلاف ظاهر الحديث. وطبعا الظاهرية لهم عجائب في هذا، معلوم إن أنها لو قالت نعم أتزوجه فهذا أبلغ مما لو سكتت. وأن كان طبيعة المرأة البكر أنها تسكت أحسن وتستحي من الكلام، لكن لو لم تستحي فلا شك أن هذا رضا بأوسع أنواع الرضا، أنها صرحت بالكلام وقالت نعم أنا أريد أن أتزوجه وأنا راغبة. يقول ابن حزم أبدا حتى تسكتي. لا شك أن هذا من عجائب الظاهرية ولهم مثلها كثير، وهذا يدلك على أن مذهب الظاهرية ليس يعني صوابا، يعني العمل بظاهر النصوص شيء جيد وصحيح إذا لم يعارض ذلك أمور أخرى في الشريعة، وبالتالي الظاهرية ينكرون القياس تماما. ولا شك أن هذا على كل حال هذا مر معكم ويأتيكم أيضا هذه السنة زيادة تفصيل له في الأصول. نعم. وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها، والعرب بعضهم لبعض أكفاء، وليس العبد كفءا لحرة ولا الفاجر كفءا لعفيفة. نعم، هذا باب الكفاءة وهو باب مهم. الكفاءة في اللغة بمعنى المساواة، كحديث الترمذي المسلمون تتكافأ دماؤهم يعني تتساوى، وفي الاصطلاح المقصود به المماثلة بين الزوجين دفعا للعار في أمور مخصوصة، هذا المقصود بالكفاءة المماثلة بين الزوجين. يعني يقول لابد أن يكون الرجل كفءا للمرأة، وتعتبر الكفاءة في حق الرجل وحده وليس في حق المرأة، يعني أن يكون الرجل كفءا للمرأة هذا يعتبر عند أكثر أهل العلم. ولماذا لا يعتبر العكس؟ لأن الرجل لو وجد المرأة ليست كفءا له فإن بيدها أن يطلقها، فالمسألة محلولة عند الرجل. لكن لو أن المرأة وجدت الرجل ليس كفءا لها مشكلة، ماذا تفعل؟ والطلاق بيده. ولهذا راعى من راعى من أهل العلم يعني مسألة الكفاءة، وعامة الفقهاء يعتبرون الكفاءة على نحو ما، يعني الناس في اعتبار الكفاءة فريقان، منهم من لا يرى اعتبار الكفاءة أصلا، وسيأتي أن هذا مذهب الظاهرية والإمام البخاري وكثير من أهل العلم لا يعتبرون الكفاءة في الأصل، وهذا قريب في الحقيقة مذهب المالكية هو هكذا، عدم اعتبار الكفاءة إلا في الدين، وهذا اختيار ابن القيم وغيره.
والأدلة عندهم عموم النصوص، مثلا كقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وأن السواسية لا فضل العربي على العجم إلا بالتقوى، نحو ذلك من النصوص العامة. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، دون أن يذكر يعني وأحل لكم ما وراء ذلك، من النصوص على الإطلاق. فبعض العلماء يرى عدم اعتبار الكفاءة أصلا، وإنما المسلمون يعني ومعنى عدم اعتبار الكفاءة فيما سوى الدين، وإلا الدين لابد من يعني اعتباره، فاظفر بذات الدين والنصوص في هذا الباب كثيرة، لكن ما سوى الدين لا يعتبر، وهذا مذهب معتبر. لكن في الحقيقة عامة الفقهاء يعتبرون الكفاءة على نحو ما، يعني وإن اختلفوا في بعض التحديدات، وهذا الكلام جيد في الحقيقة. ما الحكمة منه؟ لانتظام الحياة بين الزوجين، ولدفع المفاسد التي قد تحدث في العرف يعني من عدم اعتبار الكفاءة. والأئمة الأربعة وأكثر أهل العلم لا يرون الكفاءة شرط صحة، وإنما يرون شرط لزوم، شرط لزوم، يعني العقد صحيح لكن لعدم وجود الكفاءة فللولي أن يعني لا يقبل هذا ابتداء، أو إذا تم العقد الولي أن يفسخ ولي المرأة. هذا المقصود بأن العقد عند الجمهور شرط لزوم، وبعض أهل العلم لا يراه ولا شرط صحة ولا شرط لزوم، من لا يرى الكفاءة أصلا. ولهذا نحتاج أن نتعرف يعني المقصود بالكفاءة عند أهل العلم. المصنف أو الشارح هنا أظن ذكر، لا لم يذكر. على كل حال المقصود بالكفاءة يعني ما هي خصال الكفاءة؟ منها خصال لا خلاف عليها، ومنها خصال مختلفة. الذي لا خلاف عليه كفاءة الدين، إنه أن يكون الزوج دينا، لأن هذا الذي يحافظ على المرأة ويعني يكون قيما عليها، وإن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلم. الكفاءة عند الحنفية ستة أشياء: الدين والإسلام والحرية والنسب والمال والحرفة. اكتب هذه الست: الدين والإسلام والحرية والنسب والمال والحرفة. الدين معروف، طب والإسلام؟ يقصدون هذا خاص بالحنفية، يقصدون بالإسلام يعني إسلام أحد الأبوين. فإذا كان المرأة لها أبوان مسلمان والرجل له أب واحد مسلم والثاني نصراني، فهذا ليس من الكفاءة حتى يكون له أبوان مسلمان. وهذا يعني قالوا إن من له أصول مسلمة ليس كفأ لمن له أصول يعني فيها تخليط أو نحو ذلك. إذن عند الحنفية الكفاءة الدين، والدين سترى عند الكل، والإسلام المقصود به إسلام الأصول، والحرية والنسب والمال والحرفة. وهذا ظاهر، الحرية لا يكون عبدا، بمعنى أن العبد لا يتزوج الحرة. والنسب يعني يراعى كفاءة النسب، والمال أن يكون له مال ينفق عليها، والحرفة يكون له حرفة معروفة حتى إذا فقد ماله فله صناعة يكتسب منه. عند الشافعية الكفاءة خمسة أشياء: الدين أو العفاف، والحرية أيضا متكررة، والنسب والحرفة، لكن عندهم السلامة من العيوب، يعني العيوب التي تثبت الخيار، يعني ما يكون فيه عيب يرد يعني الزواج به. وهذا في الحقيقة يجب أو ينبغي أن لا يذكر، لأن هذا معروف. عند الحنابلة هنا الدين أيضا والحرية والنسب والمال والحرفة، نفس شروط الشافعية، لكن ذكروا المال بدل السلامة من العيوب. المالكية قالوا الكفاءة في أمرين فقط: الدين والحال. معنى الحال يعني السلامة من العيوب، فإذا اعتبرنا أن السلامة من العيوب هذا أمر عام فيكون عندهم الدين فقط، ولهذا يكون المالكية من أقرب المذاهب في هذا، أنهم لا يعتبرون الكفاءة أصلا، يعني كفاءة الدين هذا لا خلاف عليه. ولهذا بعض أهل العلم يرون أن الكفاءة هي الدين ليس غير، لعموم النصوص. وهذا مذهب البخاري رحمه الله، ومذهب الظاهرية، وهذا مذهب المالكية كما ترى، ونصره ابن القيم وغيره. لكن لا شك أن للعرف مجالا في هذا، للعرف مجالا، يعني لو أن الناس راعوا الكفاءة على النحو الذي يحقق المصالح ويدفع المفاسد فلا حرج من هذا. ومراعاة الكفاءة يختلف باختلاف الزمان، مثلا في زماننا يعتبر أكثر في الكفاءة مثلا الحالة الاجتماعية ومستوى التعليمي ونحو ذلك، وأن يكون الرجل مثلا القروي
يتزوج امرأة قروية، هذه كفاءة معتبرة. أما أن يتزوج رجل قرو من امرأة مدنية مع اختلاف الطباع والعادات، طبعا إذا كان قرويا قرويا، وأما يكون قروي يعني يحتك ويذهب لم يعد قروي، لكن رجل لم يخرج من القرية وامرأة عاشت في بيئة مختلفة تماما، فلا شك أن الزواج صحيح، لكن سيترتب على هذا فيما نرى من العرف سيترتب على هذا أشياء في غاية الإشكال وفساد عريض، وإن كان بعيدا عن الدين. وهذا يعني مما أذكره من التجارب العامة التي تحدث الإخوة، أن رجل أصر بعض إخواننا، يعني الحمد لله هذا من زمان جدا فغير موجود، يعني أصر على أن يتزوج يعني أخت بعض إخواننا، وكانت هذه المرأة يعني قروية لا تخرج من القرية، فقلت له إياك، هو كان سيعدد، فقال أبدا يا ابن الحلال اختلاف البيئة أبدا ما يمكن. طيب أصر الرجل فتزوج بها ودخل بها، بعد أسبوع رأيته، ما هي ما الخبر؟ قال طلقتها من أول يوم. قلت سبحان الله وأنت رجل وأنا حذرتك، ما قال يا أخي؟ قالت لي قوم جيب القلة. شوف بس هذه الكلمة ردته، ليس فيها شيء، هذه لغتها، لكن هي لما وقعت في قلبي قوم جيب القلة، قال أبدا والله ما أكمل أبدا معك. طيب يا ابن الحلال ما احنا قلنا لك إن في اختلاف في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في البيئة، اختلاف الأعراف، مع إن هذا بالنسبة لمن هو كفء لها من يعني بيئتها ليس في أي حرج، بل بالعكس لو قال لها يعني بطريقة أهل البندر الجماعة لربما عافت هذا وكرياته. على كل حال اعتبار الكفاءة له وجه، لكن الذي رد الكفاءة وقال لا يصح اعتبار الكفاءة راعى أن اعتبار الكفاءة على نحو العصبيات للأنساب واحتقار الآخرين لا شك أن هذا مذموم شرعا، وهذا وجه من لم يعتبر الكفاءة. إذا كان اعتبار الكفاءة خاصة عندما يقول بالنسب والمال والحرفة ونحو ذلك، لا شك أن هذا في نوع من النعرة. أما إذا اعتبرنا الكفاءة على النحو الذي يحقق المصالح فيما يعني بحيث تتقارب وجهات النظر والأعراف وطريقة العيش ونحو ذلك، لا شك أن هذا يعني اعتباره لا بأس به. بناء على هذا يعني ننظر في البحث. قال وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها بغير رضا، يعني أن يجبر الرجل المرأة على أن يزوجها وهو وليها بغير رضاها وبغير كفئها، هذا طبعا لا يجوز. بل لو أنه بل ليس له أن يعني يزوجها بكفئها بغير رضاها، يعني أن يشترط رضاها سواء بكفئها أو بغير كفئها، لكن طبعا باب أولى إذا كان يعني بغير كفئها هذا باب أولى. لكن هل له تزويجها برضاها؟ اعكس، بغير كفء، أرادت هي أن تتزوج من لا يراه الولي كفءا له، امرأة استعجلت وقالت أنا أريد أن تزوج زميلي في الكلية، فنظر وليها قال يا بنت الناس زميلك هذا لسه يعني لسه مسكين في سنة تانية زيك، أنت الآن امرأة تتزوجين هو لسه طالب في سنة أولى في سنة تانية، طيب هذا كيف وليس عنده شيء؟ متى يعني ينتهي من دراسته ومتى يعني ينتهي من الجيش ومتى يعني يتكسب وكيف ينفق عليك، ونظر من هذه النظرة وهذه النظرة معتبرة في الحق، فقال والله هذا أخشى أن لا يقوم بالنفقة عليك، خصوصا أن الرجل ليس صفقة في دينه، ولو كان صفقة لكان شيخ من المشايخ مثلا، إنما الرجل بالنسبة رجل عادي وكل أموره يعني، فكيف إذن هو ينظر لها في مصلحتها؟ فهل له تزويجها برضاها بغير كفء؟ وعلى المقصد المذهب هنا على طريقتهم بغير كفء، يعني في النسب أو في الغنى أو في المال أو في الحرفة، ولا خلاف طبعا على الدين. روايتين في المذهب، الراجح الرواية الثانية أنه يصح أن يزوجها برضاها بغير كفء، لكن إذا كان عدم الكفاءة هنا في اعتبارات مقبولة، يعني مثلا زوجها رضيت أن تتزوج من ليس كفءا لها في النسب إذا كان كفءا لها في الدين، الأمر واسع، وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم زيدا مولاه من زينب بنت جحش
وهي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، قرشية وشريفة، وعلى كلام المذهب هذا ليس كفاءة في النسب، لكن إذا هي رضيت والزواج صحيح. كذلك زوج أسامة ابن زيد فاطمة بنت قيس القرشية، هذا أيضا ليس فيه إشكال. لكن لو أن المرأة لم ترضى وقالت أنا لا أقبل هذا يعني من السوق وأنا من الأمراء مثلا، ففي هذه الحالة يقع العقد باطلا أو يصح العقد ولها أن تفسخ، لأنه زوجها رغما عنها هي لا ترضى هذا. أو أن بعض الأولياء رفض، قال نحن لا نتزوج من يعني هؤلاء وهؤلاء دوننا في النسب ونحو ذلك في المذهب، يعني يفسخ العقد بناء على هذا. قال والعرب بعضهم لبعض أكفاء، بعضهم لبعض أكفاء العرب، وأما العجم فليسوا أكفاء عن العرب، هذا على اشتراط النسب. لاحظ أن المذهب يشترط كفاءة النسب، والراجح أن الكفاءة المعتبرة هي كفاءة الدين، وأنه لا مانع من اعتبار بعض الأشياء بناء على المصالح وليس بناء على تقعيد القواعد، حتى لا يكون الأمر في نوع من النعرة التي أباها الشرع. وكون أن العرب بعضهم لبعض أكفاء يعني يقصد قبائل العرب، قد تتزوج القرشية من كندي، وقد تتزوج التيمية من عدوي ونحو ذلك، وهذا حصل. وكما ذكر زوج علي وهذا هاشمي ابنته أم كلثوم من عمر، عمر قرشي عدوي، ولا شك أن الهاشميين أشرف من العدويين. المقداد بن الأسود الكندي تزوج ضباعة بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم وهي يعني هاشمية، وهو كندي. الأشعث بن قيس الكندي تزوج يعني أخت أبي بكر تيمية. هذا معنى أن العرب بعضهم لبعض أكفاء حتى وإن تفاوتت قبائلهم. ومفهوم هذا أن العجم أيضا أكفاء لبعض، ومفهومه أن العجم ما يتزوج عربية عند المذهب وعند يعني أيضا الشافعي وعند أبي حنيفة خلافا لمالك لما تقدم. قال وليس العبد كفء الحرة، وليس العبد كفء الحر بناء على اعتبار الحرية شرطا عند الأحناف والحنبلة وعند الشافعية أيضا يعني عند الجمهور. لكن الصحيح رواية عن أحمد إنه ليست الحرية شرطا، وهذا الراجح وهذا مذهب مالك، بمعنى أن العبد لو تزوج، بمعنى أن العبد هل يتزوج حرة؟ طبعا هذا ليس الأصل، لكن أخذ هذا من حديث بريرة لما يعني صار مغيث زوجها حرا، لما عتقت هي وصارت حرة ومغيث ما زال زوجها ما زال عبدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو راجعته، فكونوا يعني اقترح عليها هذا يدل هذا على الجواز. ولا الفاجر كفء العفيف، أما هذا هو متعلق بالدين، هذا لا خلاف فيه بإجماع أهل العلم أن الفاجر لا يكون كفءا للعفيفة، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوى، الفاجر ناقص عند الله وناقص عند الخلق، والفاجر غير مأمون على يعني حياطة المرأة العفيفة. نعم. ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها، وإن زوج أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفي العقد، وإن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. نعم. يقول من أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها، يعني رجل هو ولي هذه المرأة، امرأة مات أبوها ومات إخوتها ومات عمها ولم يكن لها ولي إلا ابن عمها، وابن عمها ليس محرما له لكن هو وليها بناء على ترتيب العصبات فهو أقرب أوليائها، فإذا أردت أن تتزوج فليس لها مزوج إلا ابن عمها، هذه تصور المسألة. قال من أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنه. طيب إذا كان هو الذي سيزوجها وهو الذي يريد أن يتزوجها إذن يستأذنها، تجعلين أمرك إلي، فإذا قالت له نعم قال فقد تزوجتك، يصبح هو العاقد والمعقود له ولا عليه؟ له طبعا. نعم. وهذا ما حصل مع عبد الرحمن بن عوف
قال الأم حكيم ابنة قارز تجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم. قال قد تزوجتك، وهذا من حقي. لكن في رواية في المذهب لا يجوز حتى يوكل غيره خشية أن يكون متهما وأن يعني يقصر في مهرها أو نحو ذلك فيأتي بغيره، وهذا الذي فعله يعني المغيرة رضي الله عنه. وعند الشافعي يزوجها الحاكم، إذا كانت الحالة هكذا يزوجها الحاكم، وهي أيضا رواية في المذهب، وهذا كلام جيد إن الحاكم يزوجها حتى يكون يعني بعيدا عن التهمة، لا في الحال ولا في الآجل، لأنه يخشى أن يأتي بعض الناس مستقبلا أو تأتي المرة تقول له أنت استغللت أنك ولي وتزوجتني وأعطيتني مهرا قليلا. والنساء في هذا في مسألة المهور طبعا يخشى منهن أن هي يعني تتردد أو تتراجع، هو تزوجها من 20 سنة وأعطاها مثلا 5000، تقول له في حد يتزوج يا رجل ب5000 يا ست؟ ما احنا كنا من 20 سنة. أبدا، هي تنسى 20 سنة وتقول له يعني. فإذا كان هذا لا شك أن مذهب الشافعية أنه يزوجها الحاكم حتى أبعد من الإشكال، لكن من حيث الجواز يجوز لأنه عقد وهو يعني الولي عن المرأة، فعقد لنفسه بشرط أن يستأذنها، وهي قد أذنت فلا حرج والحالة هذه له أن يتزوجها من نفسه بإذنها. طب إذا لم تأذن لا يصح طبعا. وإن زوج أمته عبده الصغير فله أن يتولى طرفي العقد، يعني رجل عنده أمة صغيرة وعنده عبد صغير وأراد أن يزوج أمته من عبده، وهذه ماله وهذا ماله، فله أن يتزوج أن يعقد ويكون يعني طرفي العقد، يعني هو الذي يوجب وهو الذي يقبل عنهما، وهذا لا شك أنه صحيح. وإن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح، يعني جاء بامرأة أمة عنده في وجود 2 من الشهود وقال لها قد أعتقتك ثبت العتق وجعلت عتقك صداقك، يعني تزوجتك وصداقك أن تكوني حرة، هذا صح وفيه النص المذكور، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية رضي الله عنها لما يعني جاءت إليه في السبايا في غزوة بني المصطلق، لا في 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 إيه مش سامعك، في لما جاء له في السبايا بعد في غزوة خيبر جعل أن يسمع عتقها صداقها رضي الله عنه، وهذا الحديث متفق عليه. معنا فصل صغير حتى نقف عنده إن شاء الله. نعم. فصل. وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم، وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها، ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح، وأيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته إلا أن يفديه السيد بأقل من قيمته أو المهر. ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه إن فسق قبل الدخول، وإن أصابها فلها مهرها، وإن أولدها فولده حر يفديه بقيمته، ويرجع بما غرم على من غره، ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء، فإن كان ممن يجوز له ذلك فرضي، فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق. نعم، هذا الفصل كله عمليا يعني لا يحتاج إليه، ولهذا نختصره. فصل في نكاح العبيد والإماء. قال وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذن، يعني تزويج الإماء الصغار والكبار لأنها أمته، فالسيد يزوجها لأنه السيد عقد على منافع عبيده من الإماء والعبيد أيضا، أما الإماء فيزوج الصغيرة والكبيرة بلا خلاف، وأما الصغير من العبيد فإنه أيضا يزوجه.
وأما الكبير فسيأتي أنه لا يجبره على هذا. قال وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها. له تزويج أمة موليته يعني لو كان وليا لامرأة حرة كأن تكون أخته مثلا أو نحو ذلك وهو وليها، وهذه أخته عندها أمة تريد أن تزوج أمتها، وتقدم من المرأة لا تكون لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها، فالمرأة التي عندها أمة من الذي يزوج لها أمتها؟ أقرب أوليائها. وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها، لأن المرأة لا تلي عقد النكاح ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح. وأما العبد الكبير تقدم من الصغير يملك أن يزوجه، لكن الكبير لا يملك لأنه الكبير مكلف وله أن يطلق، فله أيضا أن يزوج، مدام هو الذي يطلق هو الذي يتزوج فلا يجبره. وأيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر يعني زان، وهذا نص حديث تقدم معنا في باب المكاتبة السنة الماضية، لأنه الحديث أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر. لماذا لابد أن يستأذن مواليهم؟ لأن الزواج غرم فيه صداق وفيه يعني حقوق ونحو ذلك، فالسيد يتضرر، وإلى أن العبد نفسه مولى هو نفسه يقوم ويباع، فيذهب العبد يتزوج ثم يأتيني في خلاف في صداق ونحو ذلك، من الذي يدفع؟ السيد. ولهذا لابد أن يستأذن، فإذا أذن السيد فإذنه دليل على أنه يمكن أن يساهم معه في بعض الغرامات التي قد تحدث. فإن دخل بها يعني هذا العبد الذي تزوج، فإن دخل بها تزوج من غير إذن مواليه فمهرها في رقبته كجنايته. احنا تقدم معنا ان العبد لو جنى جناية والعبد نفسه مال، فسيده هو الذي ينظر في هذا، ونظره اما يعني ينظر هذه الجناية يمكن ان تدفع الجناية اقل ولا ثمن العبد اقل. عبد جنى جناية بألف ومتين جنيه مثلا والعبد كله قيمته ألف جنيه، يقول لهم خدوه ما هذا الذي، أو العكس قيمته يعني ألف ومتين وجنايته ألف، يبقى أحسن له يدفع ألف جنيه وهكذا. فإن دخل بها يعني تزوج بغير إذن سيده ودخل بالمرأة التي تزوجه، وفي نفس الوقت بعد ما دخل قالوا هذا الرجل ما أتانا بمهر، فيرجعون على سيده، فمهرها في رقبته كجنايته إلا أن يفديه سيده. كيف يفدي سيده؟ بالأقل من قيمته أو المهر. ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح. رجل تزوج طلب حرة فقيل له هذه امرأة صالحة، بعد أن تزوجها جاءه رجل قال هذه أمتي، هذه ليست حرة، هذه يعني من الرقيق، في هذه الحالة له فسخ النكاح. يقول لا أنا ما طلبت أمة، أنا طلبت حرة، فيفسخ النكاح ويرجع على من غره، يقول له أنت الذي يعني غررت، ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول بها، إن لم يكن دخل بها لا يلزم بالمهر لأنه لم يرضى بهذا العقد فله فسخه. وإن أصابها يعني إن دخل بها فله فلها مهرها، يعني أنه دخل بهذه المرأة وما كان يعلم أنها أمة ثم بان أنها أمة، لكن ما ذنبها؟ يلزم لها المهر بما استحل من فرجها، ويرجع هو على من غره بهذه الزيجة، فيدفع المهر للمرأة ويفسخ ويقول للذي زوجه أعطني قيمة المهر لأنك غررتني. طيب وإن أولدها، إن كان مترتب على هذا الدخول ولد يعني حملت، فالولد حر مع أنها أمة لأن الرجل تزوج هذه المرأة أنها حرة، وبالتالي الولد حر لأنه اعتقد حرية هذه الأمة وبالتالي حرية ابنه. وإن أولدها فولده حر يفديه بقيمته. طب الولد حر لكن هذه بان أنها أمة، فصاحب الأمة يقول هذه الأمة ولدت وابنها يكون رقيقا، ابنها الذي صار ابنك هذا ملكي، يقول لا ده ولدي وأنا ظننت حريته. طيب والثاني ماذا يفعل؟ أعطيك ثمن هذا الولد، هذا معنى يفديه بقيمته أيضا، ويرجع على من غره، يرجع بثمن الولد على الخاطب هذا الذي يعني غره. نعم. ويرجع بما غرم
على من غره في الحالتين، يعني في حالة المهر بالنسبة للمرأة، وفي حالة قيمة الولد فيما لو ولد، لو ولدت، ويفرق بينهما بالفسخ، لأن هذا يعني لم يكن يرضى بالأمة، ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء. يعني إن كان الرجل لا يجوز له نكاح الإماء، وسيأتينا في الفصل القادم في أواخره إنه متى يجوز للرجل الحر أن ينكح أمه. الأصل إنه لا ينكح أمه، لكن ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذن بشرطين، الشرط الأول أنه يعجز عن قيمة مهر الحرة أو قيمة ثمن الأمة، يعني ما معه صداق لامرأة حرة ولا معه ما يشتري به أمة يعني يصرف بها نفسه. والشرط الثاني أن يكون يخشى العنت، يخشى الزنا، فالآن هو ما عنده قدرة لا على الزواج ولا على التسري ولا يستطيع أن يصبر، يخاف على نفسه الزنا. هذه الحالة التي ينزل فيها الحر إلى الزواج من الأمة، وسيأتي تفصيلا في آخر باب القادم. لهذا قال إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء. طيب وإن كان ممن يجوز له ذلك فرضي به، قال أنا من حقي يجوز لي لأنني لا مال عندي لزواج ولا للتسري وأنا أخشى العنت، فأنا رضيت بعدما تصورت أنها حرة وبانت أمة، أنا رضيت بها أمة. في هذه الحالة إذا رضي يترتب عليه الأحكام على نور، وبالتالي إذا رضي أنها أمة لابد أن يعرف أنها حين تلد فابنها منه ليس إلا ملكا لسيده، ولهذا قال فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق، وهذا ظاهر وإن كان كله مما لا نحتاج إليه الآن، لكن ما يدريك عسى أن يعني نحتاج إليه في يعني زمن آخر والله أعلم. طيب يقول قد يكون الولي في العقد الأب، وعند إشهار العقد يقدم الأب أخوه ولا أخاه؟ ما لو يقدم أخوه يبقى إحنا يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله. يقدم أخاه، هل هذا جائز؟ هذا جائز من باب الولاية، من باب الوكالة. إحنا قلنا إن حتى لو كان حاضرا له أن يقدم، وهذا عرف في بعض الناس، بعض الناس في أعرافهم أن يعني ليثبتوا قوة الأخوة مثلا بين الأشقاء، أن بناتي أنت تزوجهم تتوكل عنهم وبناتك أنا أزوجهم. هذا في الحق جائز، لماذا؟ لأن الأب يكون موجود ثم عند العقد يقدم أخاه لولاية العقد، هذا على سبيل الوكالة والأمر واسع. يقول ألا نسير على منهج الشيخ المطيع في شرح المجموع في إرجاء الفصول والأبواب التي فيها الرق فقد يوفر هذا؟ هذا كلام، لأن المجموع فصوله طويلة، إحنا يعني سطرين أو شيء من هذا أعتقد هذا أنسب الذي نفع، لأنه لا يستغرق معنا شيئا كثيرا. وإن شاء الله يأتي فصل أو باب المحرمات في النكاح، الظاهر أن عندكم الأسبوع القادم يعني إجازة، واللي بعده سيكون العيد، وأسبوعين طويل في الحقيقة، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، فعسى الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم على خير. صلى الله وسلم وبارك.